للحديث عن هذه التطورات من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أستاذ عبد الحميد أهلا ومرحبا بك معنا في استوديو الحدث. حقيقة إذا كنا نريد أن نبدأ بالتفاصيل لهذه التقارير نبدأها من الوضع الاقتصادي المتدهور يعني بحسب الكثير من المعطيات، ما الذي يفسر هذا التدهور خاصة في المناطق الخاضعة للدولة السورية؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام. أهلا بك. في الواقع هذا الواقع الاقتصادي هو نتيجة عدة عوامل، منها تراكم ما بسبب الحرب التي مرت على البلد وضرب البنية التحتية في خلال هذه الحرب، وكذلك ترهل المؤسسات، وكذلك الفساد الإداري الذي يصب ويطوف في هذه المؤسسات. مجمل هذه العوامل كانت رئيسية أنتجت حالات متطورة من التدهور الاقتصادي، وأستطيع أن أضع مدة زمنية أو واقعة زمنية، وحتى عام 2019 كانت أمور الليرة السورية متوازنة ومتزنة، بحيث كان الدولار في ذلك التاريخ يقارب بين 550 إلى 600 ليرة سورية. اليوم نتحدث عن ما يلامس 15,000 ليرة سورية للدولار الواحد. بالتالي هذه العوامل الاقتصادية وهذا التدهور حقيقة تدرج منذ تلك السنوات خلال السنوات الأربع الأخيرة بطريقة واضحة وبطريقة مفاجئة على مستويات العمل الحكومي، على مستويات عمل المؤسسات، وبالتالي كل ذلك انعكس على مستوى حياة الإنسان والمواطن السوري الذي يعمل في إطار أو موجود على الأراضي التي تسيطر عليها الدولة السورية، وصولا إلى الحالة الأخيرة والتي ظهرت خلال الأسبوع المنصرم أو خلال 10 أيام بعد أن تم الإعلان عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وعن بشكل كامل. كان ذلك تزامن أو بعد ساعات قليلة، بضع ساعات، على زيادة الرواتب بنسبة 100%، مما أدى إلى تفجير حالة احتقان. هذا الاحتقان قائم أساسا لأن المعاناة كبيرة، ولأن واقع الحال على الشعب السوري، ولأن يعني هذه القرارات، مثل هذه القرارات طبعا بحسب رأي المختصين والمراقبين وخاصة في الشأن الاقتصادي، هي تدفع بشريحة كبيرة من المواطنين إلى تحت خط الفقر. الشريحة هي غير الموظفة أو غير العاملة في الدولة. يعني كيف تحتسب الحكومة أو هذه القرارات أو القرارات الرئاسية، كيف تحسب حساب هذه الشريحة الواسعة من الشعب السوري؟ في الحقيقة التقديرات الأممية وكذلك تتقاطع مع تقديرات اقتصادية لخبراء اقتصاديين في سوريا خلال الأسبوع المنصرم تحدثت وتقاطعت عند أن 90% من الشعب السوري بات تحت خط الفقر أساسا، وبالتالي هذه القرارات التي أخذت أثارت كثيرا من الأسئلة. إذا كانت الزيادة 100% وتضاعف الدخل وهو أساسا متهالك وغير قادر على تلبية احتياجات أسرة من 4 إلى 5 أشخاص لمدة 2 أو 3 أيام، إذا كانت هذه الزيادة قد أقرت، لماذا تسارعت خطى الإعلان عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟ ومعلوم في كل العالم كما تقول، ولست خبيرا اقتصاديا، ولكن حقيقة الكل يتفق على أن ارتفاع سعر المواد النفطية في أي بلد، سعر المازوت أو البنزين، يعني أن ترافقه ارتفاعات تتجاوز حوالي 200 سلعة بما فيها النقل والأجور النقل وكذلك صحيح. السلع الاستهلاكية للناس. بالتالي كان هناك حقيقة سؤال كبير في هذا الإطار. السؤال اليوم، هل هناك لدى الحكومة السورية سياسة أخرى أو توجه جديد للحد من حالة التدهور الاقتصادي المعيشي على مستوى الناس والأفراد، بل يقابلها أيضا محاولة إذا صح التعبير لامتصاص شيء من الاحتقان الذي يعيشه الناس ويعيشه الشارع السوري في ظل ظروف أساسا هي صعبة اليوم؟ أعتقد بأن هذا الموضوع ربما أيضا يرتبط بالكثير من التفاهمات الجارية، منها الجارية ومنها المتعثرة على ما يبدو. لا يحقق موضوع حتى التقارب السوري العربي أو إعادة التطبيع أو إعادة الانخراط بحسب ما يسميها البعض أي نتائج حتى الآن. لماذا هذا يعني يرجع لأي أسباب؟ هل أسباب سورية داخلية أم إقليمية؟ حقيقة لأسباب عديدة، منها سورية داخلية ومنها عربية ومنها إقليمية ومنها دولية.
كل هذه العوامل اليوم موجودة وكلها تصب حقيقة في آلة الضغط على سوريا وعلى المواطن السوري بكل أشكال الضغوط وبكل أنواعها وصنوفها. بالتالي اليوم حين نتحدث عن أن التطبيع العربي، لم يحدث تطبيع عربي، إنما كان هناك تفاهمات سياسية أدت إلى هدم الصورة النفسي والسياسي بين الدولة السورية وبين العواصم العربية. لم يحدث هناك تقدم على هذا المسار، وهناك خارطة طريق عربية موضوعة، وهناك تواصل على مستوى هذه الخارطة من خلال وزراء الخارجية الدول الاتصال التي اجتمعت في القاهرة مؤخرا. ولكن على أرض الواقع المسألة ليست قرارا يؤخذ من جانب العرب ولا قرارا يؤخذ من جانب دمشق. التراكم الكبير في حجم المأساة والمعاناة والتداخلات الموجودة على الأرض السورية تحتاج إلى صبر طويل، ولكن هذا لا يعني إعفاء للحكومة السورية ولا يعني إعفاء حتى للعرب بأن يتوجهوا ليقدموا ما هو ممكن على الأقل بحالة إسعافية لكي يشعر السوريون بأن ولكن هل عمليات التباطؤ ولكن أستاذ عبد الحميد، هل عمليات التباطؤ في هذه التحركات كلها، التحركات العربية تجاه سوريا أو حتى يعني سوريا باتجاه الدول العربية، لأنه كلنا نعرف هناك خطوة مقابل خطوة، هل هذا التباطؤ يفجر ربما مواجهات عسكرية على أكثر من جبهة مرة جديدة؟ نحن نتحدث اليوم عن مواجهات ربما عسكرية مباشرة سورية تركية، عن مواجهات روسية أمريكية لها علاقة بتصفية حساب أوكرانية، وكل ذلك ممكن أن يكون على الأراضي السورية مرة جديدة برأيك؟ في الحقيقة خطوط التماس وخطوط جبهات التماس في سوريا لم تتغير، وبالتالي البعد العربي في هذه المسألة أعتقد بأنه بعد إيجابي وليس سلبي، لا يدفع نحو التفجير بقدر ما هو يصبح عامل طمأنة وعامل تفاؤل للجانبين، سوريا من طرف والأتراك أو حتى عموم اللاعبين الإقليميين في الأرض السورية من طرف آخر. وبالتالي ما يحدث اليوم من خلال القصف الذي ينفذه الجيش السوري أو الروسي على بعض مناطق السورية التي تخضع لسيطرة المعارضة أو لجبهة النصرة في إدلب، وما يحدث أيضا من تشاحن بين الأمريكيين والروس سواء في شرق الفرات أو في غرب الفرات، أعتقد أنه مرتبط بأجندات تلك الدول وتلك اللاعبين وما يريده هؤلاء اللاعبين على الأرض السورية من تحقيق مصالح وتوسيع دوائر نفوذ لهم، وبالتالي التأثير في سياسات متناقضة ومتناحرة، ولكن للأسف كلها على الأرض السورية، وسوريا وشعبها هو الذي يدفع الثمن. أرى بأن البعد العربي في المسألة السورية بعدا إيجابيا يمكن له أن يخفف من وطأة الصدام بين الطرف السوري والطرف التركي. اليوم الأتراك أيضا بدأ وكأن ملف التطبيع قد فرمل وقد تجمد وقد توقف لأسباب تركية كما تبدو واضحة هذه الأمور، وكل هذه العناصر في المشهد السوري حقيقة متداخلة بقدر ما هي أيضا متناقضة ومتصادمة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.